صباح الخير عليكم خواتاتي، اليوم نقدم لكم اللوبيا الجزائرية، يحبوها معظم الجزائريين. شوفوا خواتاتي، هذه عندنا اللوبيا اليابسة. كيف هنديرو؟ نبيتوها ليلة كاملة في الماء، وغد من ذاك نشلوها ونطيبوها في الماء هكذا، ونزيدو لها نطيب لنا في 5 دقائق، نطيب لنا سمسم في 5 دقائق، نزيدو لها ليفيغ شيميك، هي نوارة، نص مغرفة كويارة كافي، هي نص مغرفة تاع قهوة، ونحطوها هنا، هي 24 دقيقة تكون طابت لنا، في الماء تاعها هذا نقي، ومن بعد 24 دقيقة خليوها هذا النقي تاعها، نزيدو لها البارح التلاح، الثوم، مرحب كمية معتبرة. نسبة مليحة من عكري هي البابريكا، عندنا قليل من راس الحانوت، واللي ما عندوش هي تحب الكمون، ولا ما كاش راس الحانوت ثاني عوضها، يجي مليحة. قليل من طماطيش معلبة، قليل من الملح، شوية زيت، ونحركوها هكذا خواتاتي هكذا، ونغلقوا عليها، ومن بعد نوريكم في وسط في صحن التقديم. خواتاتي ها هي اللوبيا تاعنا، جات تشهي، ونرفقوها بالهريسة، قليل من الهريسة، نرفقوها قليل من الهريسة، وتجي حارة الله الله، يحبها معظم الجزائريين، وماذا بيا المشارق كامل ويديروا الوصفة هذه اللي درتها لهم، ويبارطاجيوها معايا، وصحة فطوركم، وفعلوا الجرس، وبقاو على خير.